مشروع إيكو 2021 استكمالا للمشاريع المنجزة من طرف سوليداريداد انترناسيونال أندلسية في إطار استراتيجية الووش 2019-2023 الممولة من طرف إيكو في مخيمات اللاجئين الصحراويين. ركز المشروع على هدفين أساسيين: أولا، تزويد مخيم أو السرد 100% بالمياه المصفات المنتجة في المحطة الجديدة جنوب سمارة، وذلك عبر استكمال المحطة الجديدة بشراء وتركيب مصفية ستاسيون دو تريتمون بار اوسموز انفيرس بقدرة تصفية تعادل 100 متر مكعب بالساعة. ضمان تواصل عمل المحطة في الفترات الصيفية، وذلك بتزويد المحطة بمولد كهربائي ذو قدرة 200 كافية. ثانيا، تأمين الإنتاج وضمان الكميات الموزعة يوميا لمخيمات سمارة وبوجدور، إضافة إلى الحي الإداري برابولي، وهذا عبر تجديد 4 خزانات حديدية من نوع إيلوركو بسعة 240 متر مكعب للخزان على مستوى محطة التصفية الشهيد كولا بسمارة. هاي العمال الماضي والعام المتوالين والله اللي تكرفص الناس من قد الماء وضاعت، وهذا العام بعد حامدين لمولانا وشاكرين وعيدوا علينا وعليكم بالخير والسلام، توفر لنا الماء فتبارك الله. والله بعد احنا اصحاب الحنفيات اللي تمونكنا الماء ما شاء الله، والله هم اللي اياها الاطراف تبارك الله اللي تمون كل ماء. مهم على الماء الحمد لله، قد التصفية أطلع استلمة زينة ما شاء الله، والله إلا زين، والناس راضية عنها، قال الله عنا نحن نبغى زيادة أكثر غداء. إضافة إلى ذلك، قامت سوليداريداد انترناسيونال أندلسية في إطار مشروع إيكو 2021 بتزويد وحدة مراقبة المياه بالرابوني بالمعدات والكواشف الكيميائية اللازمة. من بين هذه الأجهزة نذكر جهاز سبكتروفوتوميتر اللي أصبح ضروري في المخابر هذه المدة الأخيرة، نذكر جهاز لكوندكتيفيداد اللي هو يقيس الملوحة لأنها دائما مطلوبة، جهاز البي اتش، جهاز ميداني حديث أدق من الأجهزة الميدانية الأخرى، أجهزة حقيقة تضمن أن تكون خلق نتائج جيدة. وبفضل مشروع إيكو 2021 تم القيام بتكوين الطقم العامل بالمخبر من أجل الرفع من مستواه وتحسين المردودية. وقامت أيضا سوليداريداد بوضع بروتوكول عمل لوحدة مراقبة المياه، ووضع بروتوكول آخر للمتابعة والاستغلال العقلاني للمياه الجوفية المتوفرة في المخيمات الخمس. وفي الأخير نشكر سعي إيكو لتسهيل ظروف العيش والتقليل من معاناة اللاجئين الصحراويين، كما نتمنى نحن في سوليداريداد استمرارية دعم المشاريع من طرف الممولين بغرض استكمال استراتيجية الوش المسطرة.